السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم عمر الطاهر من سبيجلت. دي الحلقة رقم 2 من كورس البرونانسيشن أو كورس النطق الأمريكان، ودي سلسلة بنتعلم فيها النطق الأمريكان. وده مهم جدا في حاجتين: لما أنا أجي أتكلم لو أنا بنطق الحاجة غلط ممكن اللي قدامي ما يفهمنيش، وتاني حاجة لو أنا بسمع حد أجنبي بيتكلم أو بسمع فيلم أو بسمع حد أخبار أجنبي أو كده وهو أنا مش عارف النطق بتاعهم، فأنا متسجل في دماغي نطق غلط عن الحاجة فمش هفهمه ببساطة. واحدة من الأسباب عشان هو بينطق بشكل مختلف. النهارده ان شاء الله هنتعلم نطق TR. الفيديو كالعادة هيبقى متقسم 4 اجزاء. اول حاجة هنسمع النطق الغلط عشان لو انت عارف النطق ده بتقوله غلط كده تبقى عرفت ان خلاص النطق ده غلط. تاني حاجة هنسمع النطق الصح عشان نقدر نعرف الفرق ما بينهم وتحاول انت تجس كده القاعدة دي ايه. تالت حاجة هنعرف القاعدة ازاي انطق الساوند ده، ازاي اقدر انطقه وامتى اقدر انطقه بالشكل ده. ورابع خطوة معانا ببساطة هبدأ اعرف الامثلة كتير جدا على الموضوع ده عشان لما اجي اتكلم فيه على ارض الواقع يكون عندي باك جراوند قوية جدا عنه. يلا نبدأ مع اول حاجة وهي النطق الغلط. travel تراي train. ده كده النطق الغلط. يلا مع النطق الصح: travel train try. ببساطة القاعدة دي باختصار لما بلاقي تي ار جنب بعض كده بزود ساوند في النص ما بين التي وما بين الار، فبدل ما بقول تر ما بقول تراي مثلا، لا بقول تراي، فبزود اس اتش ما بين التي وما بين الار. فبدل ما بقول ترافل بقول travel. بدل ما بقول تراي بقول تراي. بدل ما بقول ترين بقول train. تعالوا بقى رابع خطوة ناخد بعض الأمثلة كده عشان نشوف الموضوع هيمشي ازاي. travel tradition translate traffic train truth country try trouble. طيب زي ما انتوا لاحظتوا كده بس بنزود الاس اتش ما بين التي وما بين الار، فانا مش بقول ان هي train بقول train، مش بقول تراي بقول try، مش بقول traffic بقول traffic، مش بقول country بقول country، مش بقول ترابل بقول ترابل. تعالوا بقى ناخد كده بعض الأمثلة على بعض الجمل. Why do you travel by train? Why do you travel by train? Why do you travel by train? Have you traveled to Turkey? Have you traveled to Turkey? Have you traveled to Turkey? That country has some interesting traditions. That country has some interesting traditions. I'm sure he will try to stay out of trouble. I'm sure he will try to stay out of trouble. I'm sure he will try to stay out of trouble. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس ده هتلاقيها على القناة. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس وارد عليك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم وباي باي.